اي دكتور محمد عثمان، انا معايا بي اتش دي في الكوانتم كومبيوتنج، وبشتغل حاليا اسيستنت بروفيسور اوف كمبيوتر ساينس في ماثيماتيك ديبارتمنت فاكولتي اوف ساينس دمنهور يونيفرستي ايجيبت. النهارده ان شاء الله التوبيك بتاعتنا اللي هنحاول نغطيها في السيشن النهارده introduction و basic mathematical concept and the fundamental of group theory, irreversible gate, universal gate libraries, irreversible circuit, the efficiency of the reversible circuit. بداية كده introduction بسيطة، هو ايه الكوانتم كمبيوتر؟ الكوانتم كمبيوتر دوت دي ماشين بتعمل calculation معتمدة او based on the rules of quantum mechanics، على عكس الكلاسيكال كمبيوتر. الكوانتم كومبيتيشن ديت لازم تكون ريفرسيبل، ده عشان خاطر كده في اهتمام من قبل العلماء بالموضوع الريفرسيبل لوجيك، ان ده بيبقى حاجه مهمه جدا ان احنا نتطور الفيوتشر كوانتم تكنولوجي اللي تديني ماتش باور كمبيوتر اند كومبيتيشن. وزي ما احنا شايفين كده ده دي ويفز، تمام. ده كوانتم ديفايس قدر لما جم عملوا دايجرام للبروبلم سايز قدر يحل اكتر اكتر من الكلاسيكال سولفر ب 600 اكس فاستر. طبعا الكلام ده حاليا دلوقتي اتطور وبدات يبقى فيه كوانتم سيميليتور وكوانتم ديفايسز زي الاي بي ام، تمام، بتطلع ريزلت افضل من كده. طيب عايزين نسأل سؤال كده، هو ليه الكوانتم كمبيوتر باورفول؟ يعني ليه كده يعني جامد قوي وبيحل احسن من الكلاسيكال بكتير؟ زي ما خدته في السيشن اللي قبل كده، ان الكوانتم كمبيوتر بيعتمد على حاجه اسمها كيوبيت، فالكيوبيت اقدر احط فيه اكتر من ستيت. يعني انا النهارده في الكلاسيكال بروسيسور بقدر احط فيه ستيت واحده بس، 000 او 001 او 010 او لحد 1 1، لكن في الكوانتم بروسيسور انا اقدر احمل الفانكشن بتاعتي كلها بكل الستيت اللي انا محتاجها، تمام. ليه؟ لان انا عندي الكيوبيت بيبقى في حاله السوبر بوزيشن، فاقدر احمل البروسيسور بتاعي بكل الستيت ويقدر يحسبها كلها يطلع لي الفانكشن بتاعتها مره واحده. ده حاجه بنسميها في الكوانتم اسمها كوانتم باراليزم. الحكايه دي اسمها كوانتم باراليزم، دي بتخلي الكوانتم كمبيوتر يقدر يعمل حسابات كتيره جدا ات وانس، في سيم تايم، في نفس التوقيت، تمام. مش محتاج اصبر واستنى نتيجه الستيت اللي انا فيه عشان اخش على الستيت اللي بعديها، لا، انا اقدر اخش اعمل اكسكيوت ات سيم تايم. فدي الباور بتاعه الكوانتم كمبيوتر. طيب تعالى نتكلم بقى على البيزك ماثيماتيكال كونسبت اند فاندمنتال جروب ثيري. بدايه انت خدته في السيشن مع محمد شعبان الزميل السيشن اللي فات، عرف لكم يعني ايه ريفرسيبل، عرف يعني ايه ريفرسيبل. ريفرسيبل فانكشن هي لازم عشان تبقى الفانكشن ريفرسيبل لازم يبقى نمبر اوف اوتبوت يكون يكون قد ايكوال تو نمبر اوف انبوت، ويكون 1 تو 1 كورسبوندنج ما بين الانبوت والاوت بوت. فعشان كده لما نيجي نتكلم دلوقتي نقول زير ار 2 اس باور ان مضروب ريفرسيبل ان في ان بوليون فانكشن فور ان ب 3 مثلا. لو هنضرب عندي مثلا ان ب 3 دي يعني هي معناها ايه؟ يعني عندي ريفرسيبل سيركت فيها 3 واير، هيبقى عندي كام بوسيبل فانكشن موجوده؟ يبقى 2 اس 3 مضروب اللي هو يبقى 40320 ريفرسيبل فانكشن، تمام. طيب ايه بقى موضوع الجروب ثيري وازاي نقدر نمثل السيركت بجروب ثيري؟ تعال ناخد ديفينيشن بسيط كده. لو انا عندي فاينايت سيت 1 2 لحد 2 اس باور ان، اقدر اعمل مابينج من A تو A بالمنظر دوت، يعني 1 وده سيجما 1 سيجما 2 لحد سيجما 2 اس باور ان. السيجما دي عباره عن البرميتيشن اوف تمام. فاحنا بنقول ان اي ريفرسيبل سيركت
within input output اقدر امثلها as a permutation، تمام؟ زي المعادله دي كده اقدر امثلها زي ايه permutation، وده بنسميه حاجه اسمها specification of this a reversible circuit، تمام؟ طبعا يعني عايزين يعني ناخد example على الكلام دوت، تمام؟ طيب يعني خلينا نقول مثلا لو عندي سيت فيها 3 element، هيبقى عندي كام permutation؟ هيبقى عندي 3 مضروب اللي هو كام؟ 6. هيبقى هي دي كل الايه؟ كل البوسيبل برميتيشن لي لو انا عندي 3 element، تمام؟ طيب البرميتيشن جروب دوت انا اقدر ادسكرايبه باي 3 ايه؟ سيفرال ميثود عندنا، حاجه اسمها سايكل نوتيشن و سايكل تيبل نوتيشن و برميتيشن ماتريسيز، تمام؟ طيب تعال نشوف شكل البرميتيشن بنكتبه ازاي بالمنظر ده. شايفين الماتريكس ديت انا بقدر امثلها بالمنظر دوت. اللي فوق ده عندي ايه؟ من 1 لحد 8 ده الاندكس، تمام؟ وده بيماب لايه؟ تمام، ده بيماب ايه لايه، تمام؟ فلما تلاقي المنظر دوت اقدر اقول ايه؟ 1 راحت ل 8، تمام؟ فالواحد راحت ل 8 اهو، وبعد كده الاثنين راحت 2 مش مشكله، امسك ال 8، ال 8 راحت لفين؟ لل 6، يبقى ال 8 راحت ايه؟ لل 6، وبعد كده ال 6 راحت فين؟ الستة هي راحت للواحد، قفلت السايكل بتاعتي، بقت عندي الواحد راحت للثمانية، والثمانية راحت للستة، والستة رجعت مرة تانية إيه؟ للواحد، أدي كده سايكل، وبعد كده أبص على التلاتة والخمسة، تمام؟ أبص على رقم التلاتة راحت لإيه؟ للخمسة، والخمسة راحت للتلاتة، طالما راحت لنفسها كده قفلوا بعض يبقى كده إيه؟ سايكل، إذا البرميتيشن اللي قدامي دوت، تمام؟ قدرت إيه؟ أمثله بالسايكل نوتيشن ديت. قدرت أمثله بالسايكل إيه؟ نوتيشن ديت. وفي الحالة دي بتتنطق كده الواحد راحت 8، 8 ل 6، 6 ل 1 و 3 ل 5، تمام؟ ده اختصار البرميتيشن العادي اللي عندي. طبعا اللي فوق ده ايه؟ ده الاندكس، وده مابنج لايه؟ يعني مابنج لايه؟ للبرميتيشن اللي قدامنا دوت، خلاص؟ طبعا لو هو عندي قوس كده فاضي، لو انا عندي كده دي معناها ايه؟ دي معناها السايكل مفتوحه كده ما فيهاش جواها حاجه، دي اسمها الايدنتي، تمام؟ اللي هو ايه الايدنتي؟ اللي هو البرميتيشن اللي فيه 1 2 3 4 5 6 لحد 8، ما فيهوش اي ايه؟ تغيير، تمام؟ طب ناس تيجي تقول طب وانت اشمعنى 8 يعني؟ من 1 ل 8 ليه؟ ما هو احنا قلنا 2 اس 3 بيساوي كام؟ 8، والثلاثه دي قلنا بيها اللي هي عدد ايه؟ الواير. عدد ايه؟ الواير بتاعتي، فانا هنا لو بشتغل على 3 واير يبقى انا عندي 2 اس 3 يبقى عندي ايه؟ 8، تمام؟ نيجي بقى نمثلها ازاي بقى؟ ايه اللي جت الواحد لحد 8؟ انا ببدا هنا الاندكس بتاعي من اول الزيرو، يعني 0 0 0 0 ده انا بقول هنا عليه 1، بعد كده 0 0 1 ده كده ايه؟ 2، يفضل الكلام ده كده لحد ما اوصل لواحد 1 1 ده بقول عليه ايه؟ 8، تمام؟ طيب ماتريكس ريبريزنتيشن، تمام؟ الماتريكس ريبريزنتيشن انا دلوقتي عندي ايه؟ الماتريكس انا عندي برميتيشن اهو 1 2 3 5 6، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الواحد راح للاثنين، الواحد راح لايه؟ للاثنين، والاثنين راحت ايه؟ للثلاثه، تمام؟ والثلاثه راحت لايه؟ للواحد، تمام؟ يعني ده كده لما احب افسرها اقول ايه؟ واحد راحت للاثنين، تمام؟ والاثنين راحت للثلاثه، والثلاثه رجعت مره ثانيه للواحد، تمام؟ طب والخمسه راحت للسته، تمام؟ والسته راحت للخمسه، تمام؟ يبقى هو ده البرميتيشن بتاعي اللي تمثله بالكلام دوت، حصل مابنج فانكشن بالشكل ايه؟ بالشكل دوت، تمام؟ طيب على فكره ده كده بسميه الانبوت بتاعي وده الاوتبوت بتاعي. طيب بالنسبه لو في حاجه مثلا ما حصلهاش تشينج، يعني زي السبعه، السبعه راحت للسبعه خلاص مش محتاج اكتبها، الثمانيه راحت للثمانيه، تمام؟ يبقى انا ايه؟ مش محتاج اكتب ده احطه قدامي خلاص ده مش هيتغير.
هنا بقى الماتريكس دي انا بمثلها 8 في 8. ليه 8 في 8 برضو؟ قلنا عشان انا بمثل بيها ايه، بشتغل على 2 اس 3 وبشتغل على سيركت ايه 3 واير، تمام؟ فعشان كده ده بيساوي 8. فانا عشان امثل السيركت ب 3 واير او الفانكشن عندي فيها 3 انبوت، فانا اقدر ايه امثلها بماتريكس 8 في 8. لو كان 2 اس 2 تمام، يعني انا عندي 2 انبوت، فانا عندي ايه، يبقى انا احمسنا محتاج ايه 4، ماتريكس 4 في 4. عشان كده يمكن خدته في السيشن اللي قبل كده ان السي نوت ماتريكس تمام بتتمثل ايه بماتريكس 4 ايه 4 في 4 تمام. لكن دي هنا بقى هنبدا هنشوف الكلام ده بعد كده نمثله ازاي، يعني كذا ماتريكس كذا سيركت تمام. طب تعالوا نرجع مره تانية، ادي الماتريكس البرميتيشن اهو تمام، انا مثلته از سايكل، عايز امثله از ماتريكس. فهنا بقول ايه برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. الواحد عندي في الماتريكس اللي هو بقى ايه هنا واحد فوق، يعني الواحد ده لو هو هيروح لواحد تمام يبقى ايه، يبقى الواحد هنا وبعد كده اللي تحت كله سبار. لكن الواحد هنا عندي راح لكام؟ الواحد راح لاثنين. فطالما الواحد راح لاثنين يبقى الواحد ايه بقى في الخانه اللي تحت وفوق صفر تمام. طيب الاثنين راحت فين؟ راحت للثلاثه، يبقى الواحد في رقم ايه، الخانه رقم ثلاثه لو عد صفرين وبعد كده ده واحد راح للثلاثه، بعد كده الثلاثه راحت لايه للواحد، الثلاثه راحت للواحد يبقى الواحد فوق تمام. يبقى عندي ايه، يبقى عندي ما فيش حاجه، هو اول خانه. بعد كده الاربعه ما حصلش تشينج فراحت للاربعه، الاقي الواحد في الخانه الرابعه تمام، عد ثلاث صور اول واحد هنا موجود. الخمسه راحت للسته، الخمسه راحت للسته، يبقى عد 1 2 3 4 5 واحط الواحد اهو في الخانه السادسه، يبقى الخمسه راحت للسته. السته راحت للخمسه، يبقى السته راحت للخمسه، يبقى عد 1 2 3 4 والواحد ايه في الخانه الخامسه. السبعه راحت للسبعه، يبقى الواحد هنا في الخانه السبعه. الثمانيه راحت للثمانيه، هتلاقي الثمانيه ايه في الخانه الثامنه الواحد تمام. طيب يبقى انا كده قدرت امثل ايه البرميتيشن بتاعي از ماتريكس ريبريزنتيشن تمام. طيب في حاجه عندي اسمها ايه، تيبل. التيبل برميتيشن انا عندي هنا برضو ايه، انا عندي ماتريكس عندي اسف عندي برميتيشن وعايز امثله از تيبل. فانا عندي هنا ايه 3 تيبل، عندي A وB وC تمام. الجدول الاولاني دوت تمام، ده اللي هو بيقول لك ايه بمثل بيه الواحد راح للاثنين تمام، وبعد كده عندي ده وبعد كده الاثنين راح للثلاثة تمام، والثلاثة راحت للواحد تمام. ادي كده ايه عندي ايه، اكني بكتب البرميتيشن بس كتبته از ايه از تيبل. وهنا عندي البرميتيشن بي تمام، ده برميتيشن تاني مختلف تمام، بيمثل نفس الحكايه الواحد لواحد للاثنين راح للثلاثه وهكذا تمام. عايز اعمل عمليه الكاسكيتنج، الكاسكيتنج برميوتيشن هنا ريزلتنج فروم اي اند بي. يعني ايه كاسكيتنج؟ يعني اكني بضرب الماتريكس ديت، لو انا مثلت الماتريكس في ماتريكس او عايز اعمل العمليه دي بس مش باستخدام ضرب الماتريسيز. يعني ممكن عشان اضرب ماتريكس 8 في 8 في ماتريكس ثانيه 8 في 8، ما انا ممكن دوت ممكن ده امثله ماتريكس وممكن ده امثله ماتريكس. عمليه الكاسكيدنج بضرب الماتريسيز ببعضيها تمام. طيب لا انا همثل ده الماتريكس از برميتيشن تمام او از تيبل تمام، وابدا اعمل عمليه الكاسكيدنج. اعملها ازاي؟ اقول والله الواحد راح للاثنين، واروح هنا ابص الاثنين راحت ايه للثلاثه، يبقى الواحد راح للثلاثه تمام. بعد كده الاثنين راحت هنا ايه للثلاثه، والثلاثه راحت هنا فين للاثنين تمام، يبقى الاثنين راحت للاثنين اهو كريت. بعد كده الثلاثة راحت للواحد، وبعد كده الواحد راح للواحد، يبقى الثلاثة راحت للواحد اهو تمام. بعد كده الأربعة راحت للأربعة، والأربعة راحت للثمانية، يبقى الأربعة راحت للثمانية. بعد كده الستة راحت للخمسة، بعد كده الخمسة راحت للستة تمام، يبقى إيه؟ يبقى الخمسة راحت للخمسة، خلاص هي هي. بعد كده الستة راحت للخمسة، والخمسة راحت للستة، يبقى الستة راحت للستة. بعد كده السبعة راحت للسبعة تمام، والثمانية راحت للثمانية، والثمانية راحت للأربعة، والثمانية راحت للأربعة. إذا ده السي ده عملية إيه؟ الكاسكيتنج. يبقى وفرت على نفسي إن أنا أعمل ماتريكس وفي ماتريكس وأضربها، وعملت التو برميتيشن
از تيبل وعملت عمليه ايه؟ الكاسكيتنج، لا عملت طلعت ده من ده. ففي الحاله ده هيبقى كام؟ هيبقى اللي طالع ده عندي بقى واحد راح للثلاثه، والثلاثه راحت للواحد، ادي كده خلاص قفلت. وبعد كده اثنين راحت لاثنين مش مشكله، اربعه راحت للثمانيه، والثمانيه راحت للاربعه، خلاص كده قفل. وبعد كده خمسه راحت للخمسه، سته راحت للسته، سبعه راحت للسبعه، خلاص. يبقى هو ده ايه؟ ده البرميتيشن بتاع الكاسكيد بتاع تو ديفرنت ايه برميتيشن. يبقى انا هنا ايه عندي تو ديفرنت برميتيشن، عايز اعمل لهم كاسكيتنج تمام باستخدام عمليه التيبل ايه نوتيشن. خلاص تعالوا بقى ايه نشوف تطبيق الكلام دوت. معلش هنا هقول لكم يعني كوانتم كمبيوتر احنا قلنا بنكونستراكت من الريفرسبل لوجيك سيركت تمام. ليه انا لما باجي اعمل كوانتم سيركت باستخدام الريفرسبل جيت بقدر احسن الكوست والتايم، وفي نفس الوقت بقى عندي نو هيد ديسبيتشن، يعني ما عنديش لا فقد في الطاقه، وبناء عليه المعلومات ما يحصلهاش ايه ديستروي، لان استخدمت ايه الريفرسبيلتي جيت او الريفرسبل جيت اسف تمام. فهنيجي نتكلم على ال1 كيوبيت جيت. ال1 كيوبيت جيت انتم ممكن يعني الفتره اللي فاتت خدتوها اللي هي الباولي اكس والواي والزد. الاكس دي بيبقى ليها انذر نوتيشن، اللي هو ايه منظر النوت بالمنظر ده. ممكن امثلها ايه كده، يعني ممكن تتكتب كده، دي كده نوت ودي كده معناها ايه نوت، ودي الماتريكس بتاعتها. طبعا انا عندي ايه الماتريكس هنا زي ما انتم شايفين يعني 2 في 2 تمام. ليه 2 في 2؟ نرجع نقول انا هنا طالما هي 1 كيوبيت يبقى بتشتغل على ايه؟ على واير واحد، وطالما بتشتغل على واير واحد يبقى انا عندي 2 اس باور 1، يبقى انا عندي ايه الماتريكس بتاعي هتبقى كده تمام. يبقى 2 في 2 يبقى انا اسف، طالما 2 اس باور 1 يبقى عندي السايز بتاعها كام؟ 2 في 2 تمام. طيب لو انا عندي الجيت بتاعتي بتشتغل على 2 واير، يبقى 2 اس 2 هتبقى كام؟ 4، هتبقى السايز بتاعها كام؟ 4 في 4. لكن هنا واير واحد هيبقى 2 في 2 تمام. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى دي كده الامبلمنتيشن بتاع ال1 كيوبيت جيت بالماتريكس تمام. طيب طبعا عندي هادمر وعندي في الشيفت وعندي التي تمام اللي هي باي على 8، كل دي ال1 كيوبيت جيت. ال2 كيوبيت جيت انتوا خدتوا السي نوت، بس خدتوا السي نوت بالشكل دوت. ايه بقى 2 فوق وواحد 2؟ 2 فوق دي اللي هي بنقول عليها النمبر اوف وايرز اللي هي السوبر سكريبت. سبسكريبت بيبقى 1 2 دي معناها اللي هو التارجت فوق، التارجت فوق والكنترول تحت، الكنترول فوق اسف، والتارجت ايه والتارجت تحت، دي بنسميها كنترول ودي بنسميها تارجت تمام. طيب انا مثلت السي 1 2 دي، ادي الماتريكس بتاعتها ايه زي ما احنا قلنا ايه 4 في 4 تمام، عشان بتشتغل على 2 واير تمام. طيب دي انت شفتوا الماتريكس ساعتها وشفتوا شكلها. الجديد في الموضوع ايه بقى؟ انا عايز امثلها از ابرميتيشن. عشان امثلها از ابرميتيشن تمام هيبقى عندي هنا اكتب ايه 1 2 3 4 تمام. الواحد راحت لايه؟ للواحد، ما فيش مشكله. والاثنين راحت لين؟ للاثنين اهي. التلاتة راحت للاربعة، والاربعة راحت للتلاتة، يبقى دي هتبقى ايه؟ تلاتة واربعة. يبقى دي ايه؟ السايكل برميتيشن بتاعها. يبقى اقدر اكتب الجيت ديت تمام انها ايه؟ تلاتة واربعة، ليها ايه؟ الشكل دوت. طيب الشكل التاني اللي هو الشكل المعكوس للسي نوت تمام، اهو دي الماتريكس بتاعته تمام. طب انا لو عايز اعرف يعني اكريت الماتريكس ازاي اصلا، يعني انا عايز اكريت دي اصلا اكريتها ازاي بالطريقه بتاعتنا، عادي خالص. اول حاجه عشان عندك الجيت اهي تبدا تعمل التروث تيبل
تروث تيبل هو عندك 0 0 0 1 1 0 1 1. انا عندي الكنترول فوق هنا والتارجت ايه؟ والتارجت هنا. الكنترول لو بواحد هيحصل ايه؟ هيحصل يبقى التارجت يتقلب هيبقى 1 1 وهنا هيبقى 1 ايه؟ 0. اذا ده ما حصلوش اي حاجه، ده زي ما هو وده زي ما هو. تمام. واحنا قلنا بنبدا من 1 2 الاندكس بتاعي 4. تمام. طيب وده هنا 1 2 3 4. تمام. اللي هنا ايه الثلاثة؟ لا بس هنا ايه، انا اسف، ده هنا بقت 4 وده هنا 3، فبقت الثلاثة راحت للأربعة والأربعة راحت للثلاثة. يبقى ممكن كمان من التروث تيبل اطلع ايه، هطلع البرميتيشن بتاعي على طول. وبعد ما عملت التروث تيبل 3 و4 اكلت الماتريكس زي ما اتعلمنا. يعني دي مش محتاج انت بقى تقعد تعملها ماثيماتيكال وتقعد تضرب تو ماتريسيس في بعض عشان تطلعها، لا انت ممكن من غير تستخدم الدايركت نوتيشن والفيكتور تطلعها على طول. تقول والله الواحد راحت لواحد، يبقى هحط واحد والباقي هنا سبار. الاثنين هحط الواحد هنا في ثاني خانه والباقي سبار. ثلاثه راحت للاربعه يبقى هحط الواحد في ايه، في الخانه الرابعه بتاعت ثلاثه اسبار قبليها. الاربعه راحت للثلاثه يبقى هحط الواحد في الخانه الثالثه والباقي كله ايه، سبور. ايه ده؟ ده يعني من التروث تيبل قدرت اعمل الماتريكس، قدرت اعمل البرميتيشن، كل ده تمام اقدر امثل بيه ايه، الجيت رياضيا. تمام. طيب الثانيه برضو ايه، السي 2 1 نفس الايه الموضوع، هتبقى هنا برضو ايه، لو جينا بصينا هنا واحد راحت للواحد، الاثنين راحت للاربعه، وهنا ايه الثلاثه راحت للثلاثه، يبقى مش فارقه معايا، الاربعه راحت للاثنين، يبقى هنا عندي ايه 2 واربعة. خلاص قدرت اعمل البرميتيشن سايكل بتاعي على ايه، على طول. تمام. طيب هنا بقى ايه الفي، ده هنا منظر الفي. تمام. ايه هي الفي؟ اولا الفي دي يا شباب بنقول عليها الفي واليو دي، انا اسف، المنتري جيت. تمام. بتسمى السكوير روت نوت جيت. تمام. يعني بمعنى صح ان الفي في ما هي الا جذر الايه، جذر الاكس. تمام. يعني انا لما باخد جذر الاكس تمام اللي هي النوت، هو ده ايه الفي. تمام. يبقى الفي في الفي تمام بتساوي ايه اكس. يعني انا لو انا طبقت 2 في ورا بعض هوصل لايه، للنوت. تمام. لكن الفي واليو عكس بعض، يعني لو عملت الفي في اليو اوصل لايه، للاي، للايدنتي. تمام. يبقى لو جت في وراها يو اوصل لايه، للايدنتي. لكن جت في وراها في اقدر اقول ايه ده كده ايه، بطبق الاكس بتاعتي. تمام. والفي واليو دي الماتريكس ايه بتاعتهم، تقدر ايه، دي الماتريكس اللي بتعرف الفي واليو. تمام. طبعا بنستخدمها عشان بعد كده نشوف ازاي نيمبلمنت الريفرسبل سيركت في الكوانتم كيس. دي تابع برضو الديوك ويت جيت. انا عندي دي سواب اهي، السواب دي اقدر امثلها بالسي نوت بالمنظر دوت، وده الماتريكس بتاعتها. تمام. طيب لو جينا عملنا تروث تيبل برضو هتلاقي عندك هنا ايه، الزيرو هنا الواحد زي ما هو. السواب بتعمل ايه؟ بتعمل سواب للاكس والواي، فهنا هيبقى ده هيتبدل، بدل ما هو 0 1 هيبقى 1 0، وبدل ما هو 1 0 هيبقى 0 1. ففي الحاله دي هتبقى الاثنين راحت للثلاثه والثلاثه ايه راحت للاثنين، اللي هي تبقى ايه 2 و3. يبقى ده البرميتيشن اللي اقدر امثل بيه السويب جيت، وكذلك اقدر اعمل بيها ايه بعد كده ايه، الماتريكس بتاعتها. تعالوا بقى نشوف الطفلي بشكل تاني. الطفلي عندنا ده الشكل الاساسي اللي انتوا عارفينه. تمام. الشكل الاساسي للطفلي اللي هو 2 كنترول واحده تارجت. تمام. ولازم ان الكنترول دولت يكونوا بواحد عشان خاطر تعمل فليب للتارجت بتاعتي تعكسه. تمام.
فهنا عندي التلاتة بوسيبل تي جيت، هو بالمنظر دي، دي تلات اشكال اهو، ادي الشكل ده كده، وممكن يتارجت في النص، وممكن يتارجت على اول ايه كيوبيت، وممكن على التاني، وممكن على ايه التالت. ايه المنظر اللي جنبه ده؟ المنظر اللي جنبه ده، ده الديكومبوزيشن بتاع التوفلي جيت. الديكومبوزيشن ازاي انا اعمل لها ديكومبوزيشن او امبلمنتيشن باستخدام ايه الفي واليو، تمام، اللي هي بنقول عليها الاليمنتال جيت، تمام. طيب الحاجة التانية، أنا بقى عايز إيه أشوف دلوقتي، أدي التوفلة أهي، طبعا التوفلة دي الماتريكس بتاعتها، تمام. برضو أنا عملتها إزاي؟ أنا برضو هنا بقى الموضوع يختلف شوية، تمام. أنا هنا عندي تلاتة تلاتة كيوبيت، هيبقى عندي هنا البرميتيشن كام؟ تمانية. فحاجة في النهاية هلاقي إن ده هيبقى 1 1 0، تمام، 1 1 1، تمام، اللي هم ممكن يتغيروا ويتغير ايه شكلهم. فال 1 1 0 اللي بنقول عليه ايه، بنقول عليه ده بيبقى عندنا في التروث تيبل، لو احنا بدأنا بال 0 0 0 لحد لحد ال 1 1 0 وال 1 1 1، تمام، لو انا جيت طبقت عليهم التوفلي اللي هي 1 2 3 دي بالمنظر ده، هيبقى ايه؟ هيبقى هنا 1 1 1 و 1 1 0. ففي الحاله دي احنا قلنا عليها 7 ودي 8 ودي ايه، بادئين من ايه؟ بادئين من الواحد. ففي الحاله دي السبعه راحت للثمانية والثمانية راحت ايه؟ للسبعه، تمام. يبقى السبعة راحت للثمانية والثمانية راحت للسبعة، يبقى أنا قدرت أمثل التوفلي باستخدام البرميتيشن 7 و8، تمام. المعادلة بتاعته البكاليتا إيه اللي هو إيه، طبعا إحنا عارفين هنا ده هنا هيعدي زي ما هو، ده الإكس 2 زي ما هي، هنا دي المعادلة بتاعتها بتبقى إيه، إكس 3 إكس أور إكس 1 إكس 2. يعني دي لو أنا عايز أكتب الأوت بوت بيتحاسب إزاي، إكس 3 إكس أور إكس 1 إكس 2، تمام. طيب وادي التي 1 2 3 دي طبعا زي ما هي بقى، هي دلوقتي احنا ماتريكس 8 في 8 اللي هتلاقي يتغير هم ايه، هو الصف السابع واسف العمود السابع والثامن، السبعه هتروح لاخر واحده والثامن هيروح لايه اللي قبل منها، اما الباقي كله زي ما هو ما حصلش فيه اي تشينج. دي بالنسبه للتي 1 2 3. التوفلي جيت اللي جيت من الجيت المهمة جدا، تمام، لان هي اتثبت ان هي يونيفرسال فور نون ريفرسبل كومبيتيشن، تمام، زي الناند جيت كده في الكلاسيكال ايه ديزاين. طيب قلنا مهمة ليه؟ عشان هي ممكن استخدمها ان انا اتشيف سيفرال اذر لوجيك اوبريشن. وادي هنا بنشوف ازاي اقدر استخدم التوفلي عن طريق اللي انا اجي في ستارت بيت، تمام، احط هنا زيرو. في الحاله دي اقدر امثل ايه، دي ايه الاوبريشن دي؟ دي اوبريشن الاند، تمام. طيب لو انا خليت دولت اوبن كنترول مش كلوزد، تمام، ففي الحاله ومع هنا حطيت الواحد، في الحاله دي معنى دي اوبن ايه؟ معناه اللي هو بيطلع كده يا شباب، يعني معنى احط كنترول اوبن يعني دي هنا تطلع اكس 0 اكس 1 لو هي دي كلوزد، لو اوبن هيطلع هنا ايه؟ هيطلع النيجيشن بتاعها، تمام؟ يعني مش هتشتغل غير لما تبقى ايه؟ نيجيشن. فطبعا هنا ده ايه؟ اكس 0 اكس 1 اكس اور الواحد هيديني هنا ايه؟ ايه المعادله دي؟ دي المعادله بتاعت الاور، تمام؟ هنا ده لو 1 1 واكس 0 تحت هتديني هنا ايه؟ النوت جيت، تمام؟ دي هنا ايه؟ النند. هنا ده اللي هو ايه؟ النور، تمام؟ النور عن طريق ان انا ايه؟ اخليها منوره واخلي تحت زيرو بدل واحد، تمام؟
وهنا ديت هتبقى ايه؟ دي الاكس اور. زي ما انتم شايفين اذا باستخدام التوفلي جيت قدرت احصل على الايه الاذر لوجيك اوبريشن بالنسبه لي، اللي هي تعتبر ايه بتبقى مهمه جدا في اليونيفرسال كومبيتيشن. انا عارف اليونيفرسال جيت اللي هي موجوده في الكمبيوتر بتاعنا حاليا، اللي هي الاند والاور والنوت، تمام، وعندك الاند والاكس اور والنوت. فانت زي ما انتم شايفين التوفلي قدر تحقق ايه اليونيفرسال، وكمان بتحقق كمان الناند، تمام. دي الثلاثه يونيفرسال كومبيتيشن في الكلاسيكال ديزاين التوفلي بكل بساطه قدر تحققهم لك، ما عندكش اي مشكله، تمام. نيجي للفريديكان. الفريديكان جيت ادي شكلها اهو، الثلاث اشكال بتوعها، تمام، واقدر امثلها برضو بالبرميتيشن 6 و7. دي اول شكل 4 و7 6 4 و6 4 1 6 و6 1 4 ده السايكل، تمام. يبقى هي دي الفريديكان جيت، ما هي الا ايه بنقول عليها كنترول دي سواب. يعني ايه كنترول دي سواب؟ يعني لو الكنترول ده بواحد هتعمل سواب، الكنترول ده بصفر مش هتعمل سواب. هي دي الفريديكان جيت، وده الديكومبوزيشن ايه، ده الديكومبوزيشن بتاعها، ده الديكومبوزيشن بتاعها. ده الديكومبوزيشن او امبلمنتيشن بتاعها ايه على الكونتر. طيب الجيت الثالثه البيريس جيت، زي ما انتم شايفين دي الست اشكال للبيريس جيت، تمام. البيريس جيت ما هي الا توفلي، تمام، وراها سينوت. ما هي الا توفلي وراها سينوت. يعني لو انا عايز ارسم الشكل دوت اهو، ده الشكل ده عشان الناس تقول ايه سي في النص، السي دي بنقول عليها سي نوت. فاحنا ممكن نختصر الجيت ونرسمها بالبلوك اللي انتم شايفينه ده، تمام، او اللي احنا ايه نفكها كده، ده الدوفلي ديكومبوزيشن بتاعها، ودي الاليمنتري جيت بتاعتها، ديكومبوزيشن تو اليمنتري جيت بتاعتها اربعه الشكل اللي احنا شايفينه في في سي نوت يو، تمام. وطبعا بقدر امثلها بالسايكل برميتيشن، اول واحده اللي هي 5 7 6 8، دي معناها ان الخمسه راحت للسبعه، والسبعه راحت للسته، والسته راحت للثمانيه، والثمانيه راحت للخمسه، تمام. ودي الماتريكس بتاعتها، لو احنا ما ذكرناش فيها الواحد، لو جينا قلنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، الواحد للواحد مفيش مشكله، لحد فين بدا التغير؟ الخمسه، الخمسه راحت للسبعه اهو، عد هتلاقي في الواحد في القناه السبعه، تمام، والباقي كله سبور. وبعد كده السبعه راحت لايه؟ للسته، هتلاقي الواحد في القناه السته والباقي كله سبور. بعد كده الثمانيه راحت لايه؟ للخمسه، هتلاقي الواحد في القناه الخمسه وعد ايه؟ كله سبور، تمام. ايه تاني؟ بس خلاص، خمسه راحت للسبعه، تمام، والسبعه طبعا راحت لايه؟ للسته، تمام. يبقى انا ايه بقدر امثل الكلام دوت. طبعا اول حاجه ابدا بيها عشان اعرف اجيب كل دوت وما اتلخبطش، هو ان انا اعمل التروث تيبل بتاعي، تمام، اعمل التروث تيبل ايه بتاعي، اللي انا ابدا 0 0 0 واعمل 0 0 1 الى اوصل 1 1 1، تمام، وابدا ايه احسب التروث تيبل بتاع السيركت دي. طبعا في برنامج زي ارس فيور، مجرد ما ترسم له السيركت دي هيطلع لك التروث تيبل على طول، وممكن انت تحسبها بايديك، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه، الموضوع مش صعب. اللي انت لو جيت هتيجي اول مره تحط 0 0 0 هنا، وتقعد تجرب من 0 0 لحد ما تحط ايه الثمانيه بوسبل عندك، وكل مره تحط هنا ايه انبوت تطلع الاوت بوت، تعمل ايه التروث تيبل بتاعه، وفي النهايه تعمل المابنج، وبعد ما تعمل المابنج تطلع السايكل، تطلع الماتريكس، يبقى حسبت كل حاجه. دي الجي جيت. الجي جيت دي ريفرسبل جيت، تمام.
reversible gate introduced by Younes بتكومباين الفانكشن اوف النوت والسينوت والتوفلي ان وان جيت. اقدر بوان بلوك اقدر ايه اعمل الوان جيت دي كلها, يعني دي كلها على بعضها تمام بلوك واحده ليها ايه ليها ايه ليها اكشن معين. لو حبيت افكها اقدر افكها بالمنظر ده كده. ده التوفلي ديكومبوزيشن بتاعها, ولكن هي مش 3 جيت, هي كلها على بعض ايه بلوك واحد. هو قدر يعمل لهم كومباين في بلوك ايه بلوك واحد, وده الاليمنتري جيت ايه اللي بتمثل الجيت ديت. والجيت دي ليها 6 اشكال, وده البرميتيشن بتاعها. البرميتيشن بتاعها ما تستغربش منه, يعني هو 8 ليه السايك بتاعته 8 مقفوله هو كده. هنا معناه كده مش معناه اللي هو ايه برميتيشن عادي, لا ده هنا معناه برضو واحد راحت للخمسة ثم الخمسة راحت للتلاتة ثم التلاتة للسبعة ثم السبعة للاتنين ثم الاتنين للستة ثم الستة للاربعة ثم الاربعة للتمانية تمام. يبقى انت عندك هنا ايه ده دي سايكل, والتمانية راحت للواحد تمام. التمانية راحت ايه للواحد تمام. يبقى دي سايكل مش برميتيشن مكتوب بشكل عادي. هو ده الفرق بين انت تشوف البرميتيشن ده وتعتبره برميتيشن عادي او نقول ده سايكل نوتيشن تمام, لان يعني بيفرق في تمثيل الفانكشن اللي بتمثل ليه الجيت ديت. الجيت دي ليها فانكشن, الفانكشن دي عشان امثلها لازم انا امشي بالترتيب دوت, ما ينفعش كده ايه امشي باي ترتيب. اور جيت دي ريفرسبل جيت انتروديوسد باي رشا منتصر is combined the function of not and two C not and T3 in one building block تمام. ده برضو ايه شكلها كده. ده كده ايه building block كامل بنسميه سميه R gate, وده الelementary gate اللي بتمثل ال function ال gate ديت تمام. وبرضو ده البرميتيشن بتاع الجيت برضو هنا برضو ايه هيبقى برضو لما نيجي نقراه نقول واحد راحت للسبعة السبعة راحت للستة الستة راحت للخمسة الخمسة راحت للاربعة الاربعة راحت للاتنين الاتنين راحت للتمانية التمانية راحت للتلاتة التلاتة راحت للواحد تمام. يبقى ده المابينج اللي هو بيمثل الفانكشن بتاعة الار جيت. في هنا الام جيت تمام. الام جيت دي برضو ادي زي ما انتم شايفين ده البرميتيشن بتاعها, دي المعادلات بتاعتها اللي بقدر اطلع بيها او احسب بيها الفانكشن بتاعتي. الام جيت ده التوفلي ديكومبوزيشن بتاعها, هي اصلا ده البلوك ده البلوك بتاع ايه الام جيت, وده التوفلي ديكومبوزيشن, وده الاليمنتري جيت اللي بتمثل. طبعا زي ما انتم شايفين ايه البلوك بقى اللي فوق واللي تحت دوت ما ملخبط شويه صح. البلوك ده ما هو اختصار, يعني انا لما اجي افكه على كده ايه افكه كده تمام. فاحنا ممكن نختصر الشكل ده على اساس ان هو وان جيت, اكتبه بالشكل اللي انتوا شايفينه تحت ده تمام. اكتبه بالشكل اللي انتوا ايه شايفينه تحت, يعني ده دي كده الفكه بتاعه ايه الشكل اللي انتوا شايفينه, هو سي نوت وراه ايه وراه في. اكتبها از بلوك واحد علشان ما احسبها بتتحسب انها ايه وان جيت تمام, تحسب انها ايه وان جيت تمام. يبقى ده الام جيت بلوك تمام. يبقى انا برضو الام جيت دي انتروديوس بار محمد عثمان وبيت كومباين النوت والتو سي نوت والتوفلي جيت ان سنجل بنجل ايه بيلدينج بلوك تمام. وده التوفلي ديكومبوزيشن بتاعها, وده الالمنتري جيت اللي بتمثل بيها الام جيت تمام. وطبعا دول السته ايه السته بوسبل ايه جيت ل الام جيت ديت على الثلاثه واير او الثلاثه ريفرسبل ايه سيركت. البرميتيشن برضو
هنا معناه واحد راحت للتلاتة، تلاتة راحت للتمانية، تمانية للخمسة، الخمسة راحت للسبعة، السبعة راحت للاتنين، الاتنين راحت للستة، الستة راحت للأربعة، الأربعة راحت للواحد. ده البرميتيشن اللي بيمثل الشكل اللي قدامكم دوت. تمام؟ ده البرميتيشن اللي بيمثل الشكل اللي قدامكم دوت. تمام؟ طيب ايه بقى موضوع اليونيفرسال ريفرسبل لايبلز؟ عشان اقول اللايبل دي يونيفرسال، تمام، عشان اقول اللايبل دي يونيفرسال، تمام، لازم اعرف كويس جدا ان انا ايه، لازم اعرف اعمل ريلايز تكون كافيه ان انا اعمل ريلايز لايه، لكل التو اس باور ان. يعني عشان اقول ان سي تي، تمام، هنشوف عندي اكتر من يعني اي لايبرري، اي جيت، تمام، لايبرري، عشان اقول اللي هي يونيفرسال لازم اعمل بيها ريلايز لكل الديفرنت بوسبل سيركت ايه جيفن باي 2 اس باور ان. يعني لو عندي 3 انبوت يبقى عندي 2 اس 3 مضروب، تمام، اللي هي بتساوي 40320 ايه سيركت. فلو انا عندي لايبرري بتشتغل على 3 بت، تمام، فالمفروض ان هي تطلع لي ايه كل، اقدر اقول اللايبر دي يونيفرسال، اقدر اطلع بيها كل الايه، كل البوسيبل سيركت ايه جيفن باي 2 باور ان ايه مضروب. فانا عندي هنا اليونيفرسال ريفرسبل لايبرري، تمام، عندي الان سي تي وعندي الان سي بي. ان سي دي اللي هي النوت، ودي سي نوت، ودي تي دي اختصار طفلي، البي دي اختصار بي، الاف دي اختصار فريديكان، البي دي خلاص عرفناها اللي هي بيرز، تمام، والتي طفلي، تمام، والاف ايه فريديكان. كل دي عباره عن ايه يونيفرسال لايبرري. مع بعضيهم كده، مع بعضيهم بقدر اعمل ايه، اقدر ارلايز ل 40320، وده على الثلاثه انبوت، واقدر ارلايز المفروض ايه على الان ايه على الان على الان انبوت، تمام، تو سبار ان ايه اوتبوت. طيب مؤخرا ظهر عندي الجي والار، تمام، وكمان الام، تمام، الام جيت دولت وان تايب جيت، تمام، وان تايب جيت، ولكن هو يقدر يلايز ايه يونيفرسال، ليه اقدر ارايز بيه كل البوسبل ايه اوتبوت بتاعتي. فده شكل اولا الان المين ان اس تي، تمام، ده شكل الايه المين ان اس تي، تمام، 3 ان ثلاثة ان ثلاثة اللي هو النوت على الثلاثة واير، وده شكل الستة ستة سي نوت، وده شكل ايه الثلاثة طفلي، تمام. فدي بتكونسيست اوف 12 جيت، دي اللايبرري هي ان اس تي، اقدر اقول عليها يونيفرسال ان انا اقدر ايه امثل بيها 2 اس باور ان مضروب من من السيركت، تمام. يعني ده الاوت بوت بتاعي اللي اقدر امثله لما يكون عندي 2 اس باور ايه ان انبوت، تمام. طيب هنا دي برضو ال ان سي بي، هنا شلت الطفلي وحطيت مكانها ايه السته بتوع البيرز، تمام، فدي برضو يونيفرسال ايه لايبرري. طيب لو جينا بصينا هنا، انا ما حطيتش كله، انا بس بوريك شكل ان سي تي والان سي بي از ايه از مين لايبرري، تمام. دي هنا شكل الجي جيت احنا لسه كنا ذكرناها، والار جيت والام جيت دول كلهم وان تايب جيت، تمام، ويونيفرسال لايبرري. يعني اقدر عن طريق السته دول بس كلايبرري سايز، تمام، طبعا اصغر، يعني هنا في اوبتمايز شويه، يعني هنا 12 هنا 15. ميزه الوان تايب جيت ان انا اقدر اعمل بيها ساينسيز لكل الاوتبوت اللي انا عايزه تو سبار ان اوتبوت عندي باستخدام السته دول بس، تقدر تعمل لي الرايز. فدول ايه دي ميزه في الوان تايب جيت الجي او الار او الام. طيب ده هنا في حاجه اسمها كلمه جنريتور، تمام، جنريتور اللي هو بنقول عليها الايه اللي انا اقدر اكريت بيه اللايبر بتاعتي، تمام. فهنا ده شكل النوت، تمام، وده شكل
السي نوت، وده شكل التوفلي جيت، دي اللايبرري بتاعتي من L1 لحد L ايه؟ لحد L12. تمام؟ احنا بنيجي نستخدم الجوريزم، ممكن مثلا على سبيل المثال اسمه شرير سيمز الجوريزم. اقدر الالجوريزم دوت يعني ايه فايده ان انا اصلا امثل كل اللي احنا ذكرنا عليه الجيت والريفرسبل جيت باستخدام البرميتيشن؟ لان في الجوريزم تمام زي شريرز قدر يعمل ريدكشن للريفرسبل سيركت ساينسيز بروبلم تمام هو برميتيشن جروب. يعني انا لو مثلت له السيركت ان انا عايز او البرميتيشن بتاعي اللي انا عايزه تمام اشوف السيركت بتاعته ازاي تمام، فانا اصلا ايه اقدر اعمل الكلام ده عن طريق ايه الشريرز. هياخد اكس 1 لحد اكس 40320، هنا طبعا احنا شلنا القوس الفاضي اللي هو ايدنتي الفاضي تمام، ده الانبوت بتاعي يقدر يطلع لي اوتبوت ايه الاوتبوت بتاع الكلام دوت باستخدام ايه باستخدام اللايبرري اللي انا داخلها له. يعني انا هنا انا استخدمت ال NCT فانا دخلت ده از انبوت تمام، الانبوت بتاعي السيركت ديت خلاص انا عايز امثل بيها كل البوسيبل فانكشن بتاعت ايه اللي عندي على 3 واير تمام. طبعا احنا كل البوسيبل اللي احنا قلنا 2 اس 3 مضروب اللي هو 40320. طيب انا عايز اكتبهم بقى، يبقى انا هكتب ايه اول حاجه خالص، انا عندي كام 40320 برميتيشن، همثله لازم بالسايكل نوتيشن او بالسايكل برميتيشن. ايه لما بطبق عليهم الشريرز الجوريزم تمام باستخدام سوفت وير مثلا وليكن الجاب، بيبدا يطلع لي ايه السيركت او السبيكس اللي بتمثل البرميتيشن دوت تمام. البرميتيشن دوت انا ارسمه سيركت ازاي تمام، هو بيقدر يطلع لك بيقول لك باستخدام اللايبرري دي تقدر تصنع السيركت ديت تمام. فهو بيساعدك ان هو ياخد البرميتيشن جيفن اللي انت اللي عندك، وديبند على اللايبرري اللي انت مغذي بيها الالجوريزم يقدر ايه يطلع لك السبيكس بتاعتها تمام. فدي حاجه كويسه جدا اللي احنا نتعلم موضوع ازاي نمثل السيركت از ابرميتيشن جروب، ونبدا نستخدم الالجوريزمات والسوفت ويرز اللي يقدر ايه يساعدنا في الامبلمنتيشن بتاع كل برميتيشن، نشوفه سيركت ايه ونبدا نعمل اناليسز على الشغل دوت. طيب الكوانتم سيركت هي سيكونس اوف ايه جيت تمام، بس ليها بعض الفيتشرز معينه. لو لاحظتوا كده هي عباره عن نتورك، النتورك دي عباره عن ايه عن لاينز ما بتتقطعش مع بعض تمام. فهي ليها بعض الكونسترين، ليها بعض الكونسترين اللي بتنظم الموضوع دوت. اول حاجه اللوبس ار نوت الاود في الكوانتم سيركت، يعني ما ينفعش من وان جيت تو انذر تمام تقدر تعمل ايه فيدباك. فان ان از نوت الاود، يعني الوايرز ار نوت الاود تو بي كونكتد توجذر، ما ينفعش اتنين واير هنا يبداوا ايه يتجمعوا مع بعض الكلام دوت، ان انت تاخد دي مع دي كده ما ينفعش تعمل وصله تمام، ما ينفعش تعمل وصله في الكوانتم جيت، هي كلها ايه نوت انترسيكت مع بعضيها تمام. الفان اوت تمام نوت الاود اللي هو الدوبليكيشن اوف كيوبيت تمام، اللي انا اعمل دوبليكيشن لايه للكيوبيت ما ينفعش الكلام دوت برضو غير مسموح به في الكوانتم سيركت، عشان يعني دي من الكونسترين اللي ببني بيها الكوانتم سيركت. طيب نيجي بقى لسؤال مهم جدا، واي ريفرسبل جيت زي التوفلي والفريديكان والبيريز والجي والار اند الام ار كوانتم جيت نوت كلاسيكال؟ يعني ليه ما حدش يجي يقول لك دلوقتي التوفلي جيت ديت اهي انت بترسمها كده بتقول كده ده الشكل بتاعها بالكوانتم تمام كوانتم سيركت، ليه ما هو ده الشكل بتاعها لو انا عايز اطلع التوفلي دي ارسمها بالايه بالكلاسيكال اهو طلعت نفس الاوت بوت اهو طلعت نفس الاوت بوت تمام، قدرت امثلها كلاسيكال. ولكن في بقى حاجه مهمه لازم نعرف ايه الفرق، يعني ليه كل اللي فات دوت يعني ايه الفرق من ده وبين ده، ليه انا لا انا هنا 1 اند 2 كلاسيكال جيت ار نوت سفيشنت تو امبلمنت ايه ذا تي جيت. انت لو لاحظت عندك كام جيت تمام ولازم 3 انبوت تمام، ما ينفعش تشتغل ايه تمثل التوفلي جيت باستخدام 1 او 2 كلاسيكال ايه جيت.
By contrast, in quantum case, we see إن إحنا بنشوف هنا إيه؟ one or two qubit, تمام؟ are sufficient to implement the two flea gate. يعني الموضوع هنا أنا بمثل حاجة زي التو فلي جيت مثلاً أو أي جيت إحنا ذكرناها باستخدام الإلمنت اللي جيت بتاعتها أو الكوانتم جيت باستخدام هي one or two qubit. الكلام ده في الكلاسيكال not sufficient, يعني مش كافي. يعني أنا في الكلاسيكال عشان أمثل التوفل دي بالكلاسيكال شوف أنا احتاجت قد إيه, وعشان أمثلها بالكوانتم شوف أنا استخدمت قد إيه, one or two qubit, تمام, محتاج اتنين بس, ده sufficient عشان امبلمنت ايه التوفلي. والتوفلي دي ان جنرال بتمثل عمليه يونيفرسال كومبيتيشن, تمام, ان زي ما احنا شرحنا اقدر اطلع منها الاند والاور والناند والاكزور والنور والاور, كل دوت اقدر امثل بيها اليونيفرسال كومبيتيشن, تمام. فان انا اعرف امثلها بالكوانتم اليمنتري جيت بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت, ده كويس جدا. انا مثلها ايه 1 اور 2 كيوبيت, تمام, جيت. لا, لكن في الكلاسيكال انا ما ينفعش ار نوت شافيش, عشان واحده بس او اتنين لا ما يمثلوش اللي ايه ما يمثلوش الجيت بتاعتي, تمام. لكن احنا شفنا ان اي جيت سواء التوفلي سواء الفريديكال سواء البيرز حتى الجي والار اللي هي بيلدينج بلوك واحده بتضم في الاستراكشر بتاعها اكتر من جيت او بتكون اكتر من جيت بس هي از بلوك, برضو اقدر امثلها ب 1 اور 2 كيوبيت. الكلام ده امبوسيبل في الكلاسيكال ديزاين او الكلاسيكال كيس. efficiency of the quantum circuit, انا عشان اقيس الكفاءه او البرفورمانس بتاعت الكوانتم سيركت محتاج اعرف بعض الحاجات, تمام. في 5 متريك عندي بنقدر نقيس بيهم السيركت دي ايه كويسه ولا مش كويسه. اول حاجه اسمها نمبر اوف جيت, جيت كاونت, من المصدر بحاجه اسمها جي سي, وبعد كده كوانتم كوست كيو سي, وبعد كده الجاربج اوتبوت, وبعد كده نمبر اوف كونستانت انبوت, وبعد كده حاجه اخيره اسمها ايه الديلي. يبقى في عندي 5 متريك مشهورين جدا اقدر اقيس بيهم الكفاءه بتاعه الايه السيركت. اول حاجه النمبر اوف جيت, نمبر اوف جيت اللي هو ده simplest cost function, وهي عبارة عن ايه التوتال نمبر بتاع ايه بتاع السيركت, التوتال نمبر بتاع الجيت, اسف, تمام. فزي ما انتم شايفين first design قدامنا دوت, انا عيد هنا الجيت, ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ادي ستة ادي سبعة ادي تمانية ادي تسعة. يبقى عندي ايه الجيت كونت هنا كام؟ تسعة. عندي one not, عندي 6 سي نوت, عندي 3 ايه 2 توفلي, اسف. السكند ديزاين ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6, يبقى عندي جيت كاونت كام؟ 6. الجيت كاونت في بعض الاحيان بنسميه السيركت لينس, السيركت ايه السيركت لينس اللي انا ممكن اسميه السيركت ايه لينس اللي هو طول السيركت, تمام. طيب هنا السكند ديزاين في 1 نوت في 3 سي نوت في 2 توفلي جيت. الحاجه الثانيه عندي حاجه اسمها كوانتم كوست, ودي مهمه جدا جدا, تمام. كوانتم كوست اوف اني سيركت كان بي ريبريزنتد باي ذا ميجر ايه نمبر اوف اليمنتري جيت يوزد تو بيلد ايه السيركت ديت اللي هي سي ان نوت جيت, تمام. يبقى عدد التو كيوبيت هو ده اللي انا بقول عليه ايه ده الكوانتم كوست. فاجي في الديزاين قدامنا ادي عندي اهو ادي واحد ده تو كيوبيت, لا انا خلي بالك قلت لك ايه عدد النمبر اوف تو كيوبيت جيت, ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه ادي سته ادي سبعه ادي تمانيه ادي تسعه, يبقى تسعه. مع اني عندي 10 اليمنتري جيت بحسب النوت منهم, تمام, ولكن انا عندي ايه بقول كوانتم كوست 9. ليه؟ لان انا هنا ماشي على مترك اسمها 015, تمام. يعني انا بحسب النوت بزيرو, تمام, والتو كيوبيت طبعا ايه بواحد, ماشي. الفايف دي يعني دي بالنسبه للتوفلي جيت,
قبل ما اعملها ديكومبوزيشن. لكن انا هنا خلينا نتكلم على، انا هنا لما باجي احسب الكوانتم كوست طالما قدامي ديزاين مفكوك بالاليمنت الجيت بتاعته، فانا ما بعديش النوت لو هي على واير واحد تمام، مش على 2 كيوبيت، لا لو 1 كيوبيت جيت ما بحسبهاش معايا بايه، ب 1 تمام. طيب تعال نشوف الديزاين الثاني. الديزاين الثاني اهو زي ما انتم شايفين كده، ادي اهو انا عندي ايه 1 2 3 4 5 6 7، انا عندي 7 اليمنت جيت ولكن كوانتم كوست 6. ليه بقى؟ لان الشكل ده لقيته جنب الشكل دوت فعملت له مربع، فده ايه بتتحسب على انها ايه 1 جيت، واقدر امثلها بالشكل دوت سي واعمل تحت هنا ايه في تمام، زي ما انتوا شفتوا قبل كده، ممكن اكتبها كده، ممكن سي ايه وفي تمام. وطبعا سي هتكون كام؟ سي 3 2. ايه 3 2 دي؟ 3 اللي هي الكنترول 3 والتارجت 2، والفي هتبقى ايه 2 3، الفي 2 3. فممكن اشيل دي كده واعملها الرسمه دي كده، تبقى هي مكانها الرسم دي تمام، اوصلهم ببعض كده، ممكن ده ايه عاملها انها 1 جيت تمام. يبقى دي مع انها 7 مع انها ايه ممكن احسبها كوانتم كوست 6. والكلام ده شباب يعني ايه بيفرق بقى، بيفرق في ايه؟ يعني في بقى قوانين للاوبتمايزيشن، ممكن الشكل انتوا شايفينه ده يصغر كمان عن كده، يعني مش معنى ان هو 7 بقى 7، لا ممكن انا في بعض القوانين بتنظم الموضوع، يعني ممكن السي نوت ديت اجيبها هنا لا انا اسف، ممكن الفي دي اجيبها اعديها كده تمام، وتعدي الناحيه الثانيه كده وتيجي دي هنا وتفضل في زي ما هي، يعني اخد دي احركها فيبقى كده، هيبقى الفي بلس وهنا ايه السي نوت تمام، جم جنب بعض، وفي الحاله دي بقت ايه؟ بقت 1، في الحاله دي بقت 1، فبقت دي 1 ودي 1 وعندي الباقي كام؟ 1 2 3، بقت الكوانتم كوست يجوز ان انا اخليها كام؟ 5 تمام؟ يجوز ان انا اخليها ايه؟ 5. العمليه دي عمليه تحريك الجيت ليها قوانين محدده، يعني هي ما بتتحركش كده اي جيت تتحرك، لازم تعدي على ايه؟ ما يبقاش فيه يعني ما يبقاش فيه تارجت هنا، ما يبقاش فيه عشان تعرف تعدي، يعني طالما هنا السكه بتاعتها فاضيه فانا ممكن اخد الكنترول ده اعديه عادي ما عنديش مشاكل تمام. ففي بعض القوانين اللي بتنظم عمليه الاوبتمايزيشن اللي الجيت ممكن تتحرك من مكانها بالذات في الموضوع الايمنت الجيت دي لمكان اخر تمام، فحاجه زي كده تعدي ما فيش مشاكل، فممكن اطلعها ايه از كوانتم كوست تبقى 5 بدل 7. ولو بصينا الشكل دوت وافتكرنا الشكل اللي احنا كنا بنتكلم الجيت الاولانيه ده تقريبا شكل الفريديكان جيت تمام، الفريديكان جيت اللي هي الكنترول دي سواب، يعني ده كده لو انا عايز ارسمه كده ده كده اهو ده الفريديكان جيت لما تعمل لها ديكومبوزيشن تمام تلاقيها 7، ولكن لما تيجي تعمل لها اوبتمايزيشن تلاقيها 5، الكوست بتاعتها ب5 مش ب7 تمام. طيب نيجي نتكلم على الجاربج اوتبوت. الجاربج اوتبوت احيانا بيكون فيه اوتبوت ار نوت امبورتنت، يعني حاجه مش مهمه، دي بنسميها جاربج. زي ما انتم شايفين كده الديزاين قدامنا ده السيركت بتاعه الفول ادرز، سيركت بتعمل ادرز تمام. السيركت دي ده بيمثل الصم وده بيمثل الايه الكاري اوت تمام. طيب ده وده بيمثلوا ايه؟ ولا حاجه، ده اي بي طلع اي بي، فبيتقال هنا السيركت دي هنا فيها ايه؟ فيها تو جاربج، فيها تو ايه تو جاربج، يبقى انا عندي كده كام جاربج؟ تو جاربج. ليه؟ لان المهم عندي هو الصم والكاري، دول ما لهمش لازمه، يعني ده كده بسميه جي 1، ده كده بسميه جي 2 جاربج، جاربج 2، يبقى انا عندي تو جاربج
في السيركت ديت، يبقى ده الجاربج ايه اوتبوت، في واير الاوتبوت بتاعه مش مستغل او مش مهم اصلا. تمام. الحاجه الثانيه النمبر اوف كونستانت ايه انبوت، النمبر اوف كونستانت انبوت ده العكس بقى، في انبوت تمام، في انبوت عندي في السيركت احيانا تمام بيبقى ليها كونستانت ايه فاليو، محتاج احطها كونستانت ايه فاليو. تمام. زي ايه؟ زي دي كده، ده اسمه ايه؟ ده إيه؟ طب ده ايه؟ متغير، متغير بيه. تمام. ده ايه وبيه ماشي، ده الكاري ان ماشي. طب ده ايه؟ ده زيرو او ممكن واحد. تمام. بحطه قيمه ثابته، طالما بحطه قيمه ثابته فده اسمه ايه؟ كونستانت انبوت. يبقى في الحاله دي عندي كام كونستانت انبوت؟ عندي 1 كونستانت انبوت. يبقى انا عندي في الد... في 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 ال... في الديزاين اللي قدامنا ده عندي 2 جاربج وعندي 1 كونستانت ايه انبوت للدايره ديت. تعالوا بقى نشوف الديلي. الديلي فور كنترول جيت تمام، ذا تارجت اوتبوت ديلي ديبند اون ديلي اون كنترول انبوت اند ايه اند تارجت انبوت. والديلي تمام بيكون ايه بقى المهم في الكلام ده في التعريف ده كله، ان هو بيكون ذا سام اوف ماكسيمم ديلي، وده اليونت بتاعته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا باجي على دايره قدامي بحسبه على الاليمنت، افك كده السيركت بتاعتي الاليمنت اللي جيت لو زايد قدامي كده تمام، واعمل ايه؟ ابدا احسب انا عندي هنا ايه واحد تمام واحد اتنين تمام تلاته، يبقى انا عندي هنا ايه تلاته تمام، وهنا عندي ده كده ايه واحد اتنين تلاته اربعه خمسة، بحسب بعيد الكنترول والتارجت ماشي، ستة، يبقى عندي هنا ستة وهنا ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هنا خمسة. هنا بقى بشوف ايه؟ بشوف الماكسيمم ديلي، سام اوف ماكسيمم ايه ديلي. يبقى انا بحط الكنترول انبوت والتارجت بعدهم، بيعتمد على الاثنين يعني سواء هتعدي على كنترول هتعدي على تارجت هيتحسب معايا. في الحالة دي انا ايه باخد الاكبر فيهم، الاكبر فيهم اللي هو ده، طالما عندي ده ستة يبقى الديزاين ده عنده ايه 6 ديلي. تمام. يبقى الديلي بتاعه كام هنا ايه ايكوال 6. تمام. الديلي هنا ايه ايكوال 6، هضطر استنى 6 عشان خاطر ايه اخلص حسابات الدائره ديت. تمام. يبقى ده الديلي تايم. خلاص. اي حد عنده سؤال؟ معلش ممكن تسبند شوية الكونسترينز اللي احنا بنبقى مرتبطين بيها واحنا بنبني السيركت او بنصنعها، اللي هي اللوبز والانترسكشنز والدوبليكيشنز. يعني انا ما فهمتش ليه ممكن اللوبز تبقى ممنوعة قوي كده. لا هو عامة الكونسترين اللي بتحكم الكوانتم سيركت بتبقى ليها كونسترين معينة. تعالى نرجع كده للسلايد. قصدك الحته ديت تمام. انت هنا ما ينفعش زي الكلاسيكال ديزاين ان جيت تدي فيدباك للاخرى، لا الكلام دوت لا، لان انت كده بتحتاج تعمل زي ما قلنا ايه، بتحتاج تعمل فان ان اللي هو بتحتاج تعمل الوايرز تكون كونكتد مع بعض، فالكلام ده مش موجود. يعني زي ما انت شايف كده في الشكل اللي بعد منه ان انت الطفل كلها ما هي النتورك تمام. عكس هنا، عكس الكلاسيكال ديزاين شايف انت بيبقى فيه وصلات مع بعض وتاخد من ده توصل لده، الكلام ده مش موجود في الطفل تمام، الكلام ده مش موجود في كوانتم اصلا يعني تمام.
انت عندك الاستراكشر بتاع الكوانتم سيركت هو نتورك مش متصله مع بعضها، ما فيش هنا موضوع الوصله زي ما فيش برضو الدوبليكيشن. تمام. هو طب لوبز يعني احنا اكيد بنتمنى ان الفانكشنز ديت او يعني يبقى الفيزيكس بتاع او نقدر نبني حاجات كومبوننت اكتر واكتر تخلينا نقدر نمبلمنت دوت او نقدر نستفيد بيه بطريقه او باخرى، بس اللوبز نفسها برضو ممنوعه، يعني ما نقدرش نبني جهازين ونعمل فيدباك من مش لازم جيت لجيت، ممكن مثلا كومبوننت وكومبوننت توفلي وتوفلي حاجه زي كده. ما بقول لحضرتك هي ممكن يعني ليها بعض السبيشال كيسز، تمام، ولكن ما تعممش يعني. تمام. زي الفان اوت مثلا عشان الدوبليكيشن الكوبيت انا ممكن اعمله بالتوفلي، تمام، ولكن برضو مش هيمشي على يعني مش هيمشي على كل حاجه، هيبقى برضو في ده سبيشال كيسز معينه اقدر اعمل بيها فان اوت. تمام. فالموضوع ده احنا محكومين فيه شويه. تمام. يعني تمام. انت محكوم في الاستراكشر ده شويه. يعني ما احاولش على قد ما اقدر اعمل الجوريزمز يعني بتتطلب الحاجات دي شوية. يعني تحاول لحد كبير ان انت يعني على فكره يعني هو كل حاجه يعني احنا الموضوع لسه فيه بعض المشاكل. تمام. زي ما عارفين طبعا اللي فيه بيحصل النهارده لما تيجي تعمل اكسكيوشن للسيركت بتاعتك على مثلا على اي بي ام مثلا سيميليتور وتيجي تشوف السكسس بروبابيلتي بتاعت السيركت دي، بتلاقي في عندك ايه بعض التشوهات في الاوتبوت، ما بتاخدش 100% سكسس بروبابيلتي لتنفيذ السيركت بتاعتك. ليه؟ عشان في بعض الحاجات اللي احنا عارفين ان في نوز وفي ديكوهيرنس وفي تشوه بيحصل. ده لسه الموضوع يعني لسه في ديفولوب جامد، يعني لسه الموضوع يعني بيحاولوا هم ان هم يلاقوا حل للموضوع دوت. يعني فالموضوع لسه مفتوح، يعني الموضوع ما اتقفلش. كوانتم كومبيوتنج مجال لسه طالع ما بلوش كتير، ولسه في بروبلمز ياما محتاجين الناس تخش تحط ايديها وتحاول تعمل حاجه يعني. تمام، شكرا جدا. شكرا جزيلا. فادي دكتور، كنت عاوز اسال حضرتك، هو السي نوت دي مش يونيفرسال جيت؟ لا، هي السي نوت لوحد قصدك. التوفلي جيت. التوفلي جيت. اه تمام، التوفلي يونيفرسال جيت. لا، ما اقدرش بالتوفلي بس، اقدر اعمل ريلايز لكل البوسيبل فانكشن بتاعتي. لازم انا استخدم معاها الشكل اللي انتم شفتوه دلوقتي اللي هو ايه يعني ال ان سي بي. تمام. لازم يبقى هنا مع التوفلي لوحدها تقدر تعمل ال 40320 البوسيبل عندي. لا، ما ينفعش، لازم انت يبقى معاها سي نوت ونوت. تمام. او ممكن يبقى معاها نوت بس، يعني ممكن النوت مع التوفلي تبقى يونيفرسال. تمام. لكن النوت التوفلي لوحدها تقدر الثلاثه دول بس يعملوا لك الرايز لل 40320 على ثلاثه واير. لا، الكلام دوت لا، مش نوت يونيفرسال. تمام. طب ايه ابسط جيت في دول، اكتر جيت سيمبل فيهم في اليونيفرسال جيتس؟ اكتر جيت في كل اللي احنا شرحناه سيمبل. ايه السيمبلست جيت في دول في اليونيفرسال بص جيتس؟ هو يعني هي الجيتس كلها عامه اللي احنا شرحناها من اول التوفلي. طبعا التوفلي مهمه جدا وهي البدايه يعني. تمام. والفريدي كان دي كلها احنا بنوريكم، لكن احنا يعني كل حاجه وليها حاجات يعني. تمام. يعني النهارده لما جينا عملنا الام جيت دي حاولنا نعمل استراكشر يوفر معايا في اللايبرري سايز ما تبقاش كبيره. حاولت اشوف مثلا اليوتيلايزيشن بتاعت الجيت والكوانتم كوست والحاجات ديت، حاولت اشوف متريك معينه ان انا اثبت بيها ان هي حاجه كويسه لو انا استخدمتها في التصنيع ثيوريتيكالز. لكن برضو مازال الجزء التطبيقي مطلوب يا شباب، يعني الجزء التطبيقي ان انت تشوف السكسس بروبابيلتي بتاعت السيركت دي بتطلع بتشتغل كويس على الاي بي ام استراكشر مثلا او لا، او ممكن يطلعوا لنا استراكشر جديد للاي بي ام فتبقى احسن. لو هي النهارده مش كويسه ممكن تبقى بكره كويسه، ممكن حاجه تانية تتعمل تبقى كويسه. فالموضوع مفتوح يعني مش مقفول. هي بس في حاجه عايز انوه عنها، التروست لاي حد هيطبق اي سيركت على الاي بي ام، في حاجه مهمه لازم تعرفها. الماتريكس دي اللي انتم شايفينها قدامي
لما تيجي تعمل مثلا، هنفترض ادي الشكل الطفلي ده، هتيجي تعملها بالكاسكت على اي بي ام، هيطلع لك التروث تيبل وهيطلع لك الماتريكس. الماتريكس دي مش هتلاقيها زي الماتريكس دي. هتقول لي ازاي يعني، ما المفروض تطلع هي هياها. هقول لك لا، لان احنا هنا سيريوتيكال بنتعامل ازاي؟ بنتعامل ان دي اول بت، ان انا بقول 0 0 1 وبقول ان هنا مثلا ايه 1 1 0 تمام. فالواحد واحد زيرو عندي هنا 7، انا بنطق من الشمال لليمين، صح يا شباب؟ لا، لما تيجي تشوف بقى التروث تيبل بتاع الكاسكت والمابينج هتلاقيه بيشتغل من اليمين مش من الشمال. فاهمين الموضوع مش ازاي؟ يعني تمام. يعني بيبدا البيت بتاعته 0 0 ماشي كده. يعني لما هيجي يعمل الموضوع ده هيبقى هنا ايه 0 0 0 بعد كده 0 بعد كده يبدا يعمل ايه 0 1 واحد زيرو واحد واحد يبقى زيرو زيرو بعد كده يحط هنا زيرو 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 واحد واحد زيرو واحد واحد يبدأ يحط واحد واحد واحد. فتحس ان ايه اللي انت لما بتيجي تبني التروس تيبل بتاعك بتبنيه معكوس، بيبدأ هو من اليمين تمام من الرايت، لكن انا هنا سبيتيكال ببدأ من الليفت، عشان برضو ايه للناس اللي هتخش تطبق او تشوف التطبيق بتاع الكلام دوت على الاي بي ام سيميليتور ما تقولش ايه ده هو الكاسكت بيطلع، لما باجي اعمل جنريت للماتريكس بيطلع مش هي اللي الدكتور شرحها لنا. لا، هي الموضوع عادي مظبوطه وكل حاجه، بس هتلاقيها هي هي تمام. لو انت هنا 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 ماشي التروس تيبل بتاع من الشمال، ببدا من الشمال، لا هناك بيبدا من اليمين، فبس تبقى انت فاهم الموضوع. لو انت بتعمل المابنج هتطلع معاك الماتريكس مظبوط، لما تيجي تطلع هتطلع هي هي تمام. تمام. اعتقد يا دكتور انا ممكن في الكيسكت اعمل فانكشن اراب بيها الفانكشن بتاعت الكيسكت بحيث ان هي تعمل لي برينتنج للاوردر اللي انا واخد عليه. يعني انا ممكن اكتب الروتين ده بايدي بسيط يعني اوكي، بس انت لو استخدمت الديفولت هيطلع لك كده. انا بس بنوه للناس اللي بتستخدم الديفولت وبتعمل ايه برنت اوت للماتريكس، فهو الديفولت بتاعه كده. انت بقى هتخش بالكود تعمل اوبريشن عليها ما فيش مشكله تمام، بس تو انت فاهم انت بتعمل كده ليه، لان انت لو انت ما عندكش المعلومه هتخش تعتقد ان هي ان هو المفروض يعمل تمام. بس تمام، شكرا دكتور. شكرا. يوسف. ايوه دكتور، حضرتك سامعني كده؟ ايوه تمام تمام احنا بس امبارح لما كنا بنتكلم على السيركت بتاعت اي بي ام السوبر كوندكتنج كيوبيتس كان تمام. في متريك اتكلم عليه اللي هو الكوانتم فوليوم تمام. ده ملوش علاقه بالمتريكس اللي احنا شغالين بيها النهارده عشان ما جبناش سيرته خالص. ده كان بيماجر المفروض البرفورمانس بتاع السيركت بتاعتهم، فليه ما اتكلمناش عنه خالص؟ ما ولا ده بيقيس حاجه تانية؟ لا، ما هو عامه يعني في حاجه يعني انت دلوقتي في متريك سيريوتيكال احنا بنحطها في حساباتنا اللي الخمسه مترك احنا اتكلمنا عليهم دول تمام. ولكن لما بتيجي تبدا تعمل بقى بروجرامنج للشغل تبدا تشوف الموضوع راننج على اي بي ان، فبيبقى في مترك ثانيه. يعني دي المترك سيريتيكال اللي احنا بنحاول نراعيها از بوسيبل. ولكن انت لما تيجي تبص على اي بي ان، اي بي ام في بعض يعني بتشوف انت موضوع ايه الراننج سكسس بروبابيلتي. يعني هي بالفعل انا مثلا على ديزاين زي دوت، هل انا لو دخلت 0 1 تمام المفروض يطلع لي هنا ايه؟ لو جمعتهم هيطلع 1. طب لو 1 1 هيطلع 0 معايا ال 1 ده لو انا بجمع 2 بت خلاص. هل عمليه الجمع دي هتتم بكام بقد ايه سكسس بروبابيلتي تمام؟ انت عايز تعرف بقى. هي دي بقى بتبدا ايه تشوفها على اي بي ام تمام. يعني تبدا تست الكلام دوت ممكن على اي بي ام، شوف السكسس بروبابيلتي بتاعت السيركت بتاعتك. ولو نفترض مثلا على بنتكلم على الفول اذر ديزاين تمام، فدي ماتريكس تانية بتشوفها في التنفيذ تمام. لكن في ماتريكس ثيوريتيكال وفي ماتريك انت بتشوفها على الواقع ايه بقى النوز ايه الديكوهيرنس التشابك بتاع الاوتبوت ايه اللي بيحصل له لما اجي اعمل ميجرمنت للكلام دوت. فبنتكلم في ماتريكس ثيوريتيكال، في متريك انت بتشوفها اكسبيرمنتال يعني بتشوفها كده في التطبيق النهارده وتشوف ده ايه وده ايه وده مطلوب وده مطلوب. يعني كل ما راعيت المتريك اللي هي سيريوتيكالز اللي احنا بنشرحها لكم ومع المتريكس اللي هي الاكسبيرمنتال لما تيجي تنفذها تعمل لها راننج على اي بي ام كيو تمام، بيبقى كويس جدا.
لان لو لاحظنا يا شباب، انا لاحظت من خلال الشغل ان اي بي ام ما بيعملش اوبتمايزيشن. يعني مثلا لو انت ممكن يطلع لك السيركت بتاعته لما تيجي تعملها ديكومبوز على اي بي ام، ده مثلا ايه، هيطلع لك اتنين سلوت ورا بعض، اتنين سلوت ورا بعض لازم يضيعوا بعض، تمام؟ يعني دي من ضمن الرولز، يعني ما مش هيحسب لك دي وان جيت، ولو جات هنا سينوت بعديها مش هيطيرها، هيسيبها زي ما هي. ففي المتريك ثيوريتيكلز هو مش حاططها في حساباته، يعني هو مش 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 يعني مش حاططها، او ممكن يكون حاططها وهو لسه في تطوير في الموضوع. يعني انا مش عايز برضو ايه اتكلم ممكن بدون علم ولا حاجه، بس انا بتكلم ده اللي انا لاحظته، تمام؟ ده اللي انا لاحظته، تمام. ففي ميتريكس مهمه في الجانب التطبيقي، وفي ميتريكس مهمه في الجانب الثيوريتيكال بتاع شغل السيركت والكوانتم سيركت. تمام شكرا جزيلا. في حد عنده سؤال تاني؟ اتمنى اكون فدتكم، وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الفترة الجاية يعني نشوف ناس كتير من الاتندنس معنا از تيم غورك يشتغلوا معنا، ونكون بداية كويسة للتعاون ما بيننا ان شاء الله. متشكر جدا. شكرا.